والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام يسقي الإباء بدمه
ويهوي عفيرا للثرى غير يقول لو انا جنت يوم صاحبكم صايح الويل
سيرة بار العليل يا رح تنخى على النهر حامل ضعيلة يا ليت نازع والرزايا بعينك تلوم إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيب مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الحديث أيها الأحباء حول مقام ثابت عند أهل البيت ألا وهو مقام الإمامة هذا المقام قد حورب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحورب عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه وكل الأئمة ما قتلوا وما استشهدوا إلا لبغض من قتلهم على هذا المقام وهو مقام الإمام إذا أردنا أن نتكلم حول هذا المقام لا بد لنا أن نتعرض إلى أمرين مهمين الأول وقفة تحليلية على مفهوم الإمام ما معنى الإمام؟ ما المقصود بها؟ اثنين خصائص هذا المقام ما هي خصائصه؟ لأن كلمة الإمامة صعبة تطلق على أي إنسان في هذه الدنيا أكو عوامل تجعل هذا الشخص يصل إلى مقام الإمام قبل ذلك
نعظم لكم الأجر في استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه، وأيضا فجع الوسط الخطابي قبل الأمس بوفاة الخطيب الأستاذ الشيخ الملا حسن أو الملا علي بن الملا حسن الفرزكاني، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نقرأ سورة الفاتحة والإخلاص. نأتي إلى النقطة الأولى، ألا وهي ما هو المقصود من الإمامة؟ الإمامة بالمفهوم العقائدي هي قيادة المجتمع، يعني يكون هذا الإنسان قائد يشير إلى أمته مثلا بيده، تحركوا يتحركوا، قفوا يقفون. هذا هو مشروع الإمام، يكون الإمام خارقا للقلوب، مو يمشيهم بالضرب والعصا لا، وإنما يكون خارقا